مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الرابعة شهدت تطورات مختلفة وملفات فرضت نفسها على أهداف هذا العام، لعل أبرزها التعافي الاقتصادي وإعادة النمو. والله شخصيا متفائل جدا بإذن الله تعالى، متفائل ليس فقط لأن الحين في لقاح للكورونا، ولكن لأن أخي حنا كبشر والحمد لله تعودنا كيف نتأقلم مع أي شيء يصير. فالحمد لله الحين يعني كان في صعوبة أول شيء تعمل في كمامة، الحين الناس صار جزء من حياتهم. فأنا شخصيا متفائل لأن الحمد لله الحلول القادمة، ولكن برضو قدرتنا يعني الحمد لله يعني نتكيف في الأجواء الحالية. ويبدو أن فيروس كورونا شكل فرصة لبعض القطاعات التي حققت نمواً وتوسعاً وحققت قفزات هائلة بفضل تبعات الوباء، كقطاعات الاتصال المرئي والتسوق الإلكتروني. ما تغير بكل تأكيد هي العادات بفعل الواقع الذي فرضته جائحة كورونا، التي برز معها ازدهار قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، واكتشف العالم أهميتها خلال هذه الأزمة. لكن نواجه تحديا في التصدي للحجم الهائل من البضاعة المزيفة التي غزت هذه القطاعات، ونحاول الآن إيجاد سبل لضمان حماية مناسبة، وهنا يأتي دور التكنولوجيا. القائمون على مبادرة مستقبل الاستثمار يؤكدون على وجود فرص غير مسبوقة في عالم الاقتصاد لابد من العمل عليها واغتنامها. أزمة كورونا أخذت الاقتصاد في تحدي جديد وأعادت النظر في مفهوم الاستدامة في كثير من القطاعات، لتبقى الآمال معقودة على مبادرات كهذه ليشهد العالم نهضة اقتصادية جديدة. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.